النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. نشرت غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرا تقريرها للنظرة العامة حول الاقتصاد المحلي للربع الثاني من عام 2024. التقرير التالي يستعرض أبرز شركاء الاستيراد والتصدير لمملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام الجاري. ارتفع الدولار يوم الاثنين وسجلت العملة الرقمية بيتكوين أعلى مستوى في 3 أشهر مع استمرار تأثير ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والانتخابات الرئاسية الوشيكة على الأسواق. وكانت تحركات العملات الأسبوع الماضي مدفوعة بخفض أسعار الفائدة المتساهل من جانب البنك المركزي الأوروبي والبيانات الأمريكية القوية التي دفعت التوقعات بشأن مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل منافسين رئيسيين بنسبة 17%، وتلقت عملة البيتكوين دفعة بنسبة 20%. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث أكثر عن تطورات أسواق المال ينضم معي في استديو مركز الأخبار الأستاذ أمين التاجر الرئيس التنفيذي لشركة إنفنتوير. مرحبا بك أستاذ أمين في النشرة الاقتصادية. بداية دعنا نتكلم عن كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساهم، التي تقدمها شركتكم تحديدا، كيف يمكن أن تساهم في تحسين أداء الأمان أم أمان البيانات والسيادة التشغيلية في المؤسسات المالية؟ بالطبع طبعا كبداية أحب أشكركم على الاستضافة الطيبة. معظم الشركات، معظم الهيئات الكبيرة عندها كم هائل من المعلومات، كم هائل من البيانات، واللي يواجهها كمخاطر اللي هو ان هاي البيانات تكون متوفره تحت سياده قسم ثاني، تحت سياده هيئه ثانيه. فمعظم التكنولوجيا الحديثه الحين خصوصا في الذكاء الاصطناعي تحاول تاخذ هذه البيانات كلها وتخليها مثل ما نقول بالانجليزي اون بريمس، تكون تحت سياده الشركه. او تحت المنتج اللي عندنا مثلا اسمه نورانوس. اللي هو يحاول يسوي نفس وظيفة محرك البحث لكن within محدود، يعني حدود المعلومات الخاصة فيك. فما تطلع على الخارج، ما تكون تحت مستوى الانترنت، وتكون بالتحديد يعني تحت تحكم الشركة أو المؤسسة اللي قائمة بهاي الوظائف. نعم، هذا يقودني إلى سؤال آخر، وهو ما هو تأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الامتثال المالي في المؤسسات المالية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن عمليات غسيل الأموال والتحايل المالي؟ وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تحد أو تقلل من التكاليف التشغيلية لهذه الأنظمة؟ بالطبع يعني مثل ما أقول دائما، التوصل حق
القناعة التامة أنها مثلا عملية لها علاقة بالاحتيال أو عملية completely مثل ما أقول credible جدا صعب جدا مسألة جدا صعبة، لكن ببساطة الذكاء الاصطناعي نقدر نشوف بعض الأنماط، نقدر نشوف بعض الأمور اللي قاعدة تتكرر أكثر من مرة، وبعدين نقدر نبني مثل ما نقول فكرة واضحة إذا هاي العمليات التجارية العمليات المصرفية تحت مظلة الأمور الغير مثلا مشرعة مثل ما نقول إن شاء الله. فالذكاء الاصطناعي قادر على ذي الموضوع وقاعد يخلي الموضوع لنا أسهل وأسهل مع الوقت، لأن إحنا ما قاعدين نكتب مثل ما نقول قوانين ثابتة. ما تتطلب العنصر البشري، ببساطة الذكاء الاصطناعي كل اللي علينا نسويه إن إحنا نأخذ الكمل هائل من البيانات اللي عندنا أيام سنين ونخلي الذكاء الاصطناعي يتعلم منه كأنه طفل صغير. تمام. طيب سؤال أخير إذا تسمح لي، ومن خلال نشرتنا الاقتصادية، ما هي المجالات التي تنصح فيها المستثمرين والمشاهدين المهتمين في هذا الموضوع التي يتطلب التركيز عليها للاستفادة القصوى من 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 تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا المالية؟ جدا سؤال جميل، ودائما أحب أقول حق الأشخاص المهتمين مثل ما عندنا موضوع الكهرباء والماء هو يعتبر من اليوتيليتيز من الأشياء المهمة عندنا، كونسبت أو مثل ما أقول مفهوم الذكاء الاصطناعي جدا مهم إن الواحد يعرف أساسيات البرمجة. مو بالضرورة يكون الشخص جدا متمكن، لكن على الأقل الأساسيات عشان يقدر يتفاهم مع هاي الأشخاص اللي قاعدين يحركون التكنولوجيا حق توجه معين. الشيء الثاني هاي التقنيات تسمع عنها ChatGPT والأشياء المقاربة، من الضرورة إن نأخذ عليها لأن هذه هي تعتبر الكومبوننتس الأساسية أو القطع الرئيسية اللي راح تغير لنا الوجهة مالت البزنس. تمام. شكرا لك أستاذ أمين التاجر الرئيس التنفيذي لشركة إنفتوير على هذه المعلومات القيمة واللي أنا شخصيا استفدت منها كثيرا. إذا